خاوتي هاد الساحة على بالي بلي تشبهوها بزاف لساحة مراكش ولا المعروفة جامع الفنا. هاد الساحة يسموها على بالكم اسمها ساحة الهديم، وهنا مقابلها كاين واحد الباب مشهورة بزاف اللي بناها مولاي اسماعيل العلوي، تعرفوا العائلة الحاكمة اللي هنا هي العلوية. خلوني نقربكم للباب هذه حبابي. هذه هي باب المنصور العلج اللي بناها ولا أسسها مولاي إسماعيل في حوالي 1730 تقريبا. شوفوا الباب هذه فيها قريب 8 مترات وكملها وليده هو اللي كملها. ملا تقولوا لي علاش سموها العلج، يعني باب المنصور العلج؟ العلج هذا المصمم اللي بناها هو مهندس أوروبي اللي يسموه العلج على بها كتبونا اسموها، وتشوفوا العبارات مكتوبة الفوق. خلونا نشوف ونكتشفوا حاجة أخرى. خاوتي راح ندخلكم داخل المدينة الإسماعيلية. على بالكم علاش اسموها الإسماعيلية؟ خاطرك واحد من الملوك كما قلت لكم العلوية، الدولة العلوية اللي دارها عاصمة تاعو بعيدة واحد 130 كيلومتر على الرباط، وواحد 60 كيلومتر على واحد من أهم المدن والشابة بزاف تانيك، مدينة فاس اللي ننصحكم قاعد تزوروها. امبريشنو، خليني ندخلكم داخل القواص هذه. يلا او خوتي، المسجد الاعظم هذا جاي في حي الحمام الجديد الموحد، موحدون هما اللي بناوه والمرابطون زادوا كملوه. كاش نهار حايب نصور لكم قاع المساجد هذو متاع العصر الموحدون والمرابطين، من شوف نصور لكم من تونس، من القيروان، من مسجد عقبة بن نافع حتى لهنايا، حتى المغرب، نجوزوا على الجزائر، وكاين بزاف ان شاء الله مساجد حايب نصورهم لكم، عندهم تاريخ عظيم. بصح الوقت ان شاء الله، ادعوا معايا برك. انا عاود وليت للساحه باش نوري لكم شويه هاد الاعمال اليدويه، شغل الحرف. اكو تشوفوا لهنا الطاجين احبابي. والله خليني ندخلكم شويه للسوق ونشوفوا واش كاين، واش ما نلقاو حاجه نشروها. او العصير، اللي يحب العصير. وهاي التمره 30 40 درهم، التمره 30 يعني 2 اورو 3 اورو. كل النعم الحمد لله والشكر لله، لازم واحد يحمد. والزيتونة خاوتي خلونا نخرجوا من هنا، جولة خفيفة برك هكذا ونروحوا. يلا سمعتوا خاوتي القرآن يمد السكينة، وجعلنا القرآن يقول لك وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للعالمين. سلام، شحال دير الكيلو؟ شحال؟ صحيت 6 درهم البرتقال، مليحة خوتي. شحال نحب كي نتبحر في هاد الطرق انا هكذا اللي راك تتمشى برك بلا ما عارف وينك رايح. مليحة والله غير مليحة، هذا هو الشارم تاع التحواس قاع في هاد الزنق هكذا، ياك شغل القصبة. هاي ليك انا غير نتمشوا، انا حاب نروح نزور واحد الحوايج بصح. واه هاو الدجاجه، نقضي على دجاجه دوكا مع الجوع هذا اللي فيا. مصباح وانا نتمشى مشيت واحد تقريبا 10 كيلومتر، يعني على بالك واحد كيدير سبور كيدير رياضه هكذا يجوع. خلينا ندخل السوق برك، نضرب دور على السوق كما قلت لكم حبابي، نشوفوا كاش امور هكذا انتيريسون مهمه ولا زوينه باش كش ما نقضوا عليها، كش ما حاجه بنينه ناكلوها ان شاء الله. وخوتي شوفوا هالخرشف في اوروبا عمري ما شريته، عمري غير والله عارف كاني في يما. شوفوا هاو الخرشف بواح خاوتي، المتاحف قاع راهم، رحت لواحد المتاحف راهم في الترميم، شغل راهم يسقموا فيهم، ما نقدرش ندخل لهم، ما كاتب معليش